تأجيل فرض جواز التلقيح على المغاربة والسبب. إن فرض جواز التلقيح لولوج الفضاءات العامة بالمغرب بات شبه محسوم، فبعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة كورونا يوم الأحد 17 أكتوبر الجاري على فرض جواز التلقيح بعد تسجيل تراجع كبير في مستوى الإقبال على التلقيح. ومن المتوقع أن يشهد تفعيل هذا القرار تأجيلا لعدة أيام لأسباب وصفتها مصادر إعلامية باللوجستية، مشيرة إلى أن الوضعية الوبائية بالمملكة شهدت تحسنا كبيرا، لكن المناعة الجماعية مرتبطة بتزايد الإقبال على التلقيح بشكل أساسي. وجاء هذا القرار بعد ترأس وزير الصحة وحماية الاجتماعية خالد أي طالب اجتماعا مهما في أول مهمة له بعد رجوعه إلى منصبه على رأس قطاع الصحة خلفا لنبيل الرميلي، حيث تمحور موضوع هذا الاجتماع حول تراجع الإقبال على التلقيح في صفوف المواطنين.